هو بس كده حابب أبدأ بس إن إحنا نتعرف بس على الكتاب اللي إحنا شغالين منه. هو مش كتاب واحد، فإحنا لو بصينا على الفولدر اللي فيه المادة نفسها فهنلاقي فيه ريفرنسز، ماشي؟ في ضمن الريفرنسز هتلاقي فيه 3 كتب. يعني إحنا شغالين تقريبا بنسبة 90% من الكتاب الأولاني اللي هو Digital Signal Processing Fundamentals and applications. بس الكتاب ما هواش في بعض النقط ما بيقولهاش بالتفصيل، ودي يعني بتقلل او بتخلينا في حاجات ما نقدرش نفهمها بطريقه صحيحه، ماشي؟ او هناخدها كده ايه على علتها. فاحنا هنلجا في بعض الاحيان للكتاب التاني اللي هو ديجيتال سيجنال ايه بروسيسنج فورس اديشن، تمام؟ الكتاب ده يعني تقريبا هناخد منه، هو الجزئية الرئيسية اللي هناخدها منه هي شابتر 2 فيه، اللي هو مناظر عندنا في الكتاب، في كتاب رقم 1 شابتر 3، تمام؟ فاحنا النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشتغل في شابتر 3 في الكتاب الرئيسي بتاعنا، بس هناخده من شابتر 2 في الكتاب اللي هو الإضافي. خلاص كده معايا يا شباب؟ هي الكتب دي موجودة على الدرايف لحضرتك نزلته؟ موجودة على الدرايف، لو مش موجودة قول لي وانا هبعتها لك بس هنزلها لك، تمام؟ دي واحدة. الحاجة التانية، احنا كنا واقفين على السامبلينج اند كوانتايزيشن اللي هي كانت اخر سلايد، دي هأجلها، تمام؟ عشان بس الوقت، فاحنا هنخش على طول دلوقتي على شابتر 3 زي ما قلنا في الكتاب رقم 1 اللي هو يعتبر شابتر ايه 2 في الكتاب رقم 2. خلاص انا هشغل السلايد دلوقتي. تمام كده وضحت السلايد عندكم؟ تمام. طبعا هو هتلاقي التايتل هنا مكتوب شابتر 2 لان هو ده من الكتاب الثاني، لكن عندنا احنا في الكتاب الرئيسي هتبقى شابتر 3. الشابتر ده بيتكلم على الديسكريت تايم سيجنالز اند ايه اند سيستم. طبعا لو خدنا احنا الاختصار بتاعه هيبقى دي من ديسكريت، تي من تايم، اس من سيجنالز او سيستم، فيبقى دي تي اس، تمام؟ احنا كده خلاص بقى هننسى بقى موضوع الانالوج سيجنال، خلاص كده كل التعامل بتاعنا دلوقتي هيبقى مع الايه مع الديجيتال سيجنال اللي هي بالنسبه لنا خلاص بقت مجموعه من الارقام، تمام؟ او مجموعه من الايكويشنز في الميموري متسجل فيها داتا، الداتا بقى تبقى بتاعت اوديو، بتاعت فيديو، بتاعت بيكتشر، ايا كانت. خلاص طيب الشابتر ده هنا هيبتدي، هناخد اول حاجه فيه بس الميجر كونسيرن بتاعنا اللي هو هيبقى تطبيق او التعرف على الديسكريت تايم سيجنالز والخصائص بتاعتها. هناخد اليمنتري دي تي اس اللي هي بعض الايه الديسكريت تايم سيجنالز زي الساين والاكسبوننشال والرامب واليونت، هنتعرف عليها من خلال الشابتر ده. بعد كده هناخد الكلاسيفيكيشن ازاي نصنفهم وبعض الاوبريشنز البسيطه عليهم، ماشي؟ هنركز بقى اكتر على الديسكريت تايم سيستم، يعني اللي فوق ده كان ديسكريت تايم سيجنال، هنركز بقى على سيستم. سيستم يعني في انبوت وفي برونج وفي ايه وفي اوتبوت، ماشي؟ فبالنسبه لنا يهمنا نعرف ازاي نعمل انبوت اوتبوت ديسكريبشن، ازاي اوصف العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت، ماشي؟ وازاي اوصف السيستم ده من خلال بلوك دايجرام، ماشي؟ وصنفه من ناحيه الانواع والانتركونكشنز. برضه هنا لو بصينا على النقط اللي احنا هناخدها كاركترايزيشن اوف ديسكريت تايم سيستم، يبقى هنوصف او نشوف الخصائص بتاعه الدي تي اس اللي هي ديسكريت تايم سيستمز، ماشي؟ هيبقى في حاجه هنتعرف عليها اسمها لينير تايم انفاريانت سيستم، ودي تقريبا هي معظم شغلنا هيبقى عليها، ماشي؟ هناخد التايم دومين بروبرتيز بتاعتها اللي هي الخصائص بتاعتها في التايم دومين، زي ما قلنا احنا بنشتغل على تو دومين، التايم دومين والفريكوانسي دومين حتى الان، لكن بعد شويه هنلاقي في دومين هيظهر عندنا اسمه الزد دومين، ماشي؟ ده ترانسفورميشن هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا في حل الايكويشنز اللي هتظهر لنا بتاعه الايه الديسكريت تايم سيستم، ماشي؟ انبوت اوتبوت
relationship of LTI اللي هي علاقة بين الانبوت والاوتبوت هتبقى شكلها ايه. هناخد طريقتين لتوصيف العلاقة ديت. الطريقة بنسميها باستخدام الكونفوليوشن فورمولا ودي مهمة جدا. الطريقة الثانية اللي هي باستخدام الديفرنس ايه equations اللي هي هتبقى مناظرة للديفرنشال equations. تمام. بعد كده هنتعرف على حاجة اسمها recursive and non-recursive LTI realizations والcorrelation والautocorrelation والcross correlation، بس احنا مش هناخد الجزء الاخير ده. طيب يا شباب احنا نسينا بس نقول ان الشابتر ده المذاكرة بتاعته هتبقى من السلايدز، ما تحاولش ترجع للكتاب، ان الكتاب هتلاقي فيه اللي هو الكتاب التاني هتلاقي فيه حاجات كتيرة مش معانا، فالسلايدز هنا ملخصة او يعني واخدة الاجزاء اللي احنا هنهتم بيها في الايه في الكورس بتاعنا. الحاجة التانية الشابتر ده طويل تمام بس مهم جدا، فاحنا لازم هنصبر عليه شوية لغاية ما نخلصه، عشان كده انا هحاول يعني اكتر من اونلاين هناخده ماشي، عشان نقدر نوصل ان احنا نخلص الشابتر دوت في اقل وقت ممكن. تمام. طيب نيجي بقى للميجر كونسيرنز اللي هي الايه الحاجات اللي هتهمنا في الشابتر دوت ماشي. Our motivation for studying LTI system is twofold. احنا التركيز بتاعنا هيبقى والحافز بتاعنا هيبقى كله على ال LTI system اللي احنا هنعرفه بعد شوية، يمكن حتى ممكن ما ناخد ما نلحقش ناخده النهاردة، اللي هو linear time invariant system ماشي. وده دراسته هتحقق لنا او هتبقى لها ميزتين بالنسبة لنا او حافزين بالنسبة لنا. أول حافز there are large collection of mathematical techniques that can be applied to analyze LTI system، إن أنا هلاقي فيه أساليب رياضية كتيرة وطرق رياضية كتيرة مطروحة لحل السيستم ده، وبالتالي تقدر تسهل لي عملية الإيه؟ الـ realization والـ analysis بتاعت السيستم ده. الحاجة التانية اللي هو many practical system، يعني بقى معظم الأنظمة اللي هتقابلها في الغالب هتبقى يا اما LTI ماشي، يا اما لو ما كانتش LTI ممكن تقربها الى ايه الى LTI systems. الحاجه الاخيره يعني بس يمكن احنا ما نتعرضش لها كتير اللي هي الكورليشن. احنا هناخد الكونفوليوشن في الاناليسيس بتاعنا او في الشابتر ده، في حاجه يعني شبيهه قوي بالكونفوليوشن فورمولا اسمها الايه الكورليشن، ونظرا لاهميتها وتشابهها مع الكونفوليوشن فالمفروض انها تتاخد مع الايه مع الشابتر ده. طيب هنبتدي بقى كده دلوقتي في بدايه الشابتر، وزي ما قلنا احنا هنخلص على قد ما نقدر في الشابتر دوت على قد الوقت المتاح، وهنقف وهنكمل يمكن بعد بكره ناخد ايه ميعاد تاني باذن الله. طيب اول حاجه هنبتدي بقى نتكلم على الديسكريت تايم سيجنال. احنا خلاص بقى سيبنا الايه التايم دومين او دخلنا فيه، ما بنتعاملش مع انالوج سيجنال دلوقتي، احنا بنتعامل مع ديجيتال سيجنال. هنمثلها باكس اوف ايه اكس اوف ان، وزي ما قلنا انها عباره عن مجموعه من الارقام متسجله في الميموري. الشكل العام بتاع الاشاره اللي هي الاكس اوف ان دي كده بالنسبه لي اللي هي فانكشن اوف اندبندنت انتجر فاريبلز، يبقى انا هي عباره عن داله بتعتمد على فاريبل انتجرال هو الان اللي هو الرقم بالنسبه لي ماشي، اللي هو هياخد ارقام صفر وهتبقى مثلا قيمه الداله ديت عند صفر قيمتها باربعه. تمام خلاص ننسى بقى، او لو حبيت يعني ترجع تاني بالعلاقه بين الاكس اوف ان واكس اوف تي، فدي قيمه السامبل او دي قيمه اول سامبل للداله عند ايه عند تايم زيرو ماشي. بعد كده عند تايم تي اس دي قيمه السامبل الثانيه كانت قيمتها بثلاثه وهكذا. بس زي ما قلنا احنا هننسى بقى الايه يعني مش هنربط دلوقتي مع التايم دومين، لما نحتاج نبقى ايه نبقى نربط ماشي. المهم انها عندي في الاخر مجموعه من الارقام بتمثل لي علاقه بين الايه بين المتغير بالداله نفسها والان اللي هو الانتجر. فالرقم قيمه الداله عند 0 ب 4، قيمه الداله عند 1 عند ان ب 1 ب 3، قيمه الداله عند ان ب 2 ب 1.5، قيمه الداله عند ان بتساوي 3 بتساوي سالب 2 وهكذا. خلاص اهم حاجه بقى لازم نعرفها هنا it is not defined between two samples ماشي، يعني ما تقدرش تقول لي من بين الصفر والواحد قيمه الداله كام، اكس اوف ان بكام، ما فيش اصلا ما فيش ديفينيشن اصلا، لان ان اصلا مش هتاخد قيمه ايه ماشي نص ولا ربع ولا 75%، مش هتاخد القيم دي
وبالتالي ف x of n not defined، محدش يقول انها بكام؟ بصفر. تمام؟ انها مجموعه من الايه؟ الارقام المرتبطه باندكس، الاندكس بتاعي ده انتجر. ماشي؟ بنقول بقى ان x of n بتساوي 0 if n is not integer، دي العلاقه اللي احنا بنقول واحد ممكن يتخيلها او ممكن يفرضها، لا دي تعتبر بالنسبه لي false statement. ماشي؟ دي تعابير ما فيش حاجه اصلا. not defined الصفر والواحد، بين الواحد والاثنين، بين الاثنين والثلاثه، هي not defined اصلا. طيب هنيجي بقى ليه الديسكريت تايم سيجنال ريبريزنتيشن، ازاي نمثل الديسكريت تايم سيجنال ديت. طبعا اللي فاتت دي بنسميها ديسكريت تايم سيجنال، انها خلاص بقت عند قيم محدده للتايم، اللي هي بالنسبه لي بقت مابد على ان، اللي هو الانتجر فاريبل، الانتجر ايه؟ فاريبل ان. نيجي بقى كده ازاي امثل الفانكشن ديت. فانا عندي في لها في تمثيلها اربع طرق. ماشي؟ امثلها عن طريق الوظيفه بتاعتها بسميها فانكشن، امثلها عن طريق تيبولر اللي عن طريق جدول، امثلها عن طريق سيكونس تتابع، امثلها جرافيكال. خلاص دي الاربع طرق في تمثيل الايه؟ الديسكريت تايم سيجنال. فانكشنال زي كده بالظبط، بقول اكس اوف ان بتساوي 1 فور ان 1 عند 1 و3 ب 4 عند ان بتساوي 2 صفر إلس هوير. خلاص يبقى انا حددت القيم بتاعها عن طريق معادله. خلاص المعادله هنا ما هياش ايه؟ معادله لها قيمه واحده، لا هي لها قيمه عند ان بواحد وثلاثه، لها قيمه مختلفه عند ان بتساوي 2 صفر اذر ايه؟ إلس هوير او اذر وايز. ماشي؟ دي بنسميها الايه؟ الفانكشنال. طيب تيبولر بقى هي نفس الفانكشن اللي فوق ديت، هنعملها ايه؟ على شكل تيبل، يبقى ان واكس اوف ايه؟ اكس اوف ان. ماشي؟ فهي عند 1 و3 قيمتها ب1، ادي عند 1 عند ان ب1 قيمتها ب1، عند ان ب3 قيمتها برضه بكام؟ ب1، عند ان ب2 قيمتها ب4 صفر إلس هوير، بقيه الارقام عندي هتبقى بكام؟ بصفر. يبقى انا كده مثلتها عن طريق ايه؟ عن طريق جدول، علاقه بين الان والاكس اوف ان، اللي يعتبر بالنسبه لي كده اكن بالظبط بقول ايه؟ ميموري، وده الادرس، اكن ده الادرس في الميموري او الاوفست ادرس في الميموري، ودي القيمه بتاعه الداتا المتسجله في الايه؟ في كل لوكيشن. سيكونس بقى هحطها على شكل اري كده، تعتبر اكنها ايه؟ بتمثل لي تتابع، بس التتابع ده جاي من سالب ما لا نهايه الى ما لا ايه؟ نهايه. ماشي؟ فهتلاقي القيمه بتاعتي عند واحد اهي قيمتها بواحد، وعند اثنين قيمتها باربعه، ظهرت هنا واحد واربعه، وبعد كده ايه؟ بعد كده واحد، نفس التتابع دوت واحد اربعه واحد. طب انا هعرف منين الان تايم اندكس دوت اللي هو عند الزيرو، البدايه بتاعتي فين؟ فعشان كده بنحط لها هنا ايه؟ سهم او شرطه تحت الايه؟ تحت الصفر، عشان تقول بيها ان دي البدايه بتاعتك، دي الان ريفرنس بتاعتك، الان قيمتها هنا بكام؟ بصفر. وبالتالي تقدر تقول دي بقى ان بواحد، عند ان بواحد، عند ان باثنين، عند ان بثلاثه، عند ان باربعه، وهكذا. وطبعا اللي قبل السهم ده هيبقى سالب واحد، سالب اثنين، سالب ايه؟ ثلاثه. جرافيكال ريبريزنتيشن زي اللي احنا شفناها في الايه؟ في السلايد اللي قبل كده. انا هرسمها بقى علاقه في الايه؟ بين اكس وواي، الاكس هيبقى هو الان بالنسبه لي، والواي هيبقى هو اكس اوف ايه؟ اوف ان. وبحط القيمه بتاعت الداله، يعني هي باصفار لغايه اول ما تبقى عند واحد، او عند ان بواحد قيمتها بواحد، عند ان باثنين قيمتها باربعه، عند ان بثلاثه قيمتها بكام؟ بواحد، وبعد كده ادلناها بكام؟ باصفار. دول الاربع طرق اللي احنا بنمثل بيهم الايه؟ الدوال اللي هي الديسكريت تايم ايه؟ سيجنال. طيب هنبتدي نتعرف على elementary discrete signals. تمام؟ المقصود بالelementary هنا ان هي بدائيه، يعني اللي هي الايه؟ الدوال البدائيه اللي ممكن نستخدمها في الايه؟ في الدي تي اس، او حتى في السيجنالز العاديه، بس طبعا هو هنلاقيها بدل هي نفس الدوال اللي كنا بنستخدمها في السيجنالز العاديه، هنستخدمها برضه في الديسكريت تايم ايه؟ سيجنال، بس بدل ما هي هتبقى continuous هتبقى discrete. ماشي؟ زي اليونت، اليونت سامبل سيكونس، وفي اليونت ستيب سيكونس، وفي اليونت رامب سيكونس. ماشي؟ اليونت ستيب زي اليونت ستيب فانكشن. ماشي؟ اليونت رامب زي الرامب فانكشن. ماشي؟ اليونت سامبل هي دي اللي هتبقى جديده علينا شويه. ماشي؟ اليونت سامبل هي بتمثل سامبل واحده بس، بنسميها دلتا اوف ايه؟ دلتا اوف ان. دلتا اوف ان دي قيمتها هتساوي واحد عند ان بتساوي صفر. عند ان، اسف، عند اي ان غير الصفر الدلتا اوف ان دي هتساوي كام؟ هتساوي زيرو. يعني معنى كده انها بتمثل لي قيمه واحده بس، تمام، عند ان بتساوي كام؟ صفر، وقيمتها الارتفاع بتاعها ده كده، او قيمه السامبل نفسها قيمتها بكام؟
بواحد. تمام، زي ما هنشوف بعد شويه ان الداله ديت مهمه جدا في التعبير عن اي داله تانية اكس اوف ان، هعرف اجيبها بدلاله دلتا اوف ايه، دلتا اوف ان. تمام، فعشان كده هنيجي بعد شويه هنبتدي نعبر عن اي داله بدلاله الدلتا اوف ايه اوف ان، اللي هي عباره عن سامبل ايه، سامبل واحده بس، والسامبل ديت عند الكام، عند الزيرو. خلاص، طيب في اليونت ستيب سيكونس اللي هي يو اوف ان، هي مناظره لليو اوف تي. تمام، اللي هي بواحد عند ان اكبر من او تساوي صفر واقل من صفر، لو ان اقل من صفر هتبقى قيمتها بصفر، اللي هي شكلها بالشكل ده، هتبقى لها قيم للسامبلز عند ان اكبر من او يساوي الصفر، وقيمه السامبل ساعتها هتبقى بكام؟ بواحد، عند واحد بواحد، عند اثنين بواحد، عند قيمه ان اقل من الصفر عند سالب واحد وسالب اثنين وسالب ثلاثه وسالب اربعه، كلها بكام؟ بصفر. هي تشبه اليونت ستيب فانكشن في التايم. تمام، بس اكنها سامبلد، انت واخد منها ايه؟ عينت. طب اليونت رامب، ماشي، اليونت رامب هتبقى بتساوي الان لو ان اكبر من الصفر، وهتساوي صفر لو الان اقل من ايه؟ من الصفر. وبالتالي هتاخد شكل الرامب فانكشن اللي هي بتزيد مع الان، يبقى قبل الان او عند ان بتساوي او عند ان اقل من الصفر هتبقى القيم بتاعتها بصفار، وبعد كده هتزيد مع زياده ايه؟ ان، بزياده لينير، يعني الصفر بصفر، عند واحد بواحد، عند اثنين باثنين، عند ثلاثه بثلاثه، عند اربعه بايه باربعه، عند خمسه بايه بخمسه. دي بنسميها اللينير انكريز، ده بنسميه رامب فانكشن. تمام، فدي اللي هي ايه، الثلاثه فانكشنز الرئيسيين عندنا اللي احنا بنستخدمهم في الايه، في اي سيستم عامه، بس احنا هنا بنتكلم على الديسكريت تايم سيستم، ويمكن اكتر واحده هنستخدمها هي الدلتا اوف ان، ويليها هي الايه، اليو اوف ان. هيبقى قليل قوي لما نتعامل مع الايه، مع اليونت رامب دي. طيب في برضو ايه، بعض السيكونس هيظهر معانا في الديسكريت تايم اللي هي الاكسبوننشال سيكونس، اللي هي اكس اوف ان مثلا هتساوي ايه اس ان. تمام، ففي الحاله ديت لما اجي ارسم اكس اوف ان مع تغيرها مع الان، ماشي، فالايه ده المفروض حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى ريال نمبر او هيبقى كومبلكس نمبر. ماشي، لو ريال نمبر، ماشي، فهيفرق معايا شكله على حسب قيمه الايه. لو كانت الايه اكبر من الواحد يبقى معنى كده، لو افترضنا مثلا دي باثنين، ماشي، يبقى انا لو جبت القيمه مثلا عند صفر تبقى 2 اس 0 بواحد، جبت القيمه عند واحد تبقى 2 اس 1 باثنين، عايز القيمه عند 2 تبقى 2 اس 2 باربعه، فواضح انها هتزيد مع زياده ايه؟ مع زياده ان، هتاخد الشكل ده. خلاص، الكلام دوت لو الايه اكبر من الكام؟ من الواحد. طب لو الايه اقل من الواحد، كسر يعني، في الحاله ديت الفانكشن ديت مش هتزيد مع زياده ان، هتلاقي الفانكشن دي بتقل او بتنقص مع زياده ايه؟ مع زياده ان. عشان كده لما نيجي نرسمها، لو كانت الايه من صفر الى واحد، ففي الحاله ديت هتبقى الفانكشن دي بت ايه؟ او الشكل دوت شكل بيتناقص مع زياده الايه؟ مع زياده الان او ديكريزنج. طيب تمام. طيب لو كانت الايه اقل من سالب واحد، ماشي، احنا قلنا لو اكبر من واحد كانت بتزيد مع التايم، مع الان يعني. خلاص، طب لو اقل من سالب واحد، تمام، هي برضه هتزيد مع الان، بس القيمه بتاعتها هتتارجح ما بين موجب وايه؟ وسالب، لان احنا عارفين مثلا لو افترضنا ان القيمه ديت مثلا كانت سالب 2، الايه يعني بسالب 2، سالب 2 اس 0 ماشي بواحد، سالب 2 اس 1 بسالب 2، سالب 2 اس 2 ب 4، سالب 2 اس 3 بسالب 8، يبقى هي كقيمه مطلقه بتزيد، لكن بتتارجح موجب وايه؟ وموجب وسالب. فبقى هبص لها للشكل بتاعها كده، هتبقى برضو انكريزنج، بس القيمه بتتارجح ما بين كل ايه، عند القيم الزوجيه عندك هتلاقيها موجبه، اللي هي عند 0 و2 و4 و6، وهتبقى عند القيم الايه؟ الفرديه بالسالب. ماشي؟ بس في الحالتين لو بصيت على الابسوليوت فاليو بتاعتها بتزيد. خلاص؟ طيب لو كانت الايه دي كومبلكس بقى، لو كانت الايه كومبلكس، ففي الحاله ديت هتتمثل برقم كومبلكس، يعني الايه هنعتبره ان هو اكس زائد جي واي، والجي ده طبعا هو اللي هو بيساوي جذر سالب ايه؟ واحد. ماشي، بصفه عامه الكومبلكس نمبر نقدر نمثله
بالصورة البولر اللي هي بنسميها R في E أس J A سيتا. R ده اللي هو الامبليتيود أو الماجنيتيود، والسيتا اللي هو الزاوية اللي هو إيه هياخدها، اللي هي بتساوي 10 ماينس 1 واي على الإيه؟ على الإكس. وطبعا الآر هي جذر التربيع، الإكس تربيع زائد إيه؟ زائد واي تربيع. ففي الحالة دي لو عوضت عندي بالـ A بتساوي R في E أس J سيتا، فيبقى A أس N هتساوي R E أس J سيتا الكل أس إيه؟ أس N. هنوزع الـ N ده على الاتنين. ففي الحالة ديت هتساوي R أس N في E أس J N إيه؟ سيتا. تمام كده معايا يا شباب لغاية هنا؟ تمام يا دكتور. طيب ماشي، احنا بالنسبه لنا بقى بنفك الاي اس جي ان سيتا. تمام، اي اس جي ان سيتا دي لوحدها بتتفك بكوزاين زائد جي اي ساين، وبالتالي هيبقى اكس اوف ان فيها جزء ريال اللي هو ار اس ان، ار اس ان في كوزاين ان سيتا، وجزء ايماجينري اللي هو يبقى ار اس ان في جي او ار اس ان في ساين ان سيتا، هيبقى مضروب في الجي، وبالتالي هيبقى ايه؟ imaginary. يبقى الاكس ريال ار اس ان كوزاين ان سيتا، الاكس imaginary هتبقى ار اس ان في ساين ان ايه سيتا. يبقى ده الجزء الريال وده الجزء الايه الايماجينري. طب السيجنال دي لما اجي ارسمها ازاي؟ تمام، لا في الحاله ديت احنا بنرسمها بطريقه الماجنيتيود والفيز. تمام، يعني ايه؟ يعني هرسم هنا يا اما هترسم الريال لوحده والايماجينري لوحده، دي طريقه ماشي، لكن الطريقه اللي احنا هنبقى شغالين بيها على طول في الكورس بتاعنا واللي هي في اي دي سي بي سيستم، تمام، ان انت هترسم الابسوليوت فاليو الاول اللي هو الماجنيتيود بتاعها، تمام، وهترسم الزاويه بتاعتها ماشي. فالامبليتيود فاليو او الابسوليوت فاليو او الماجنيتيود بتاعي هيبقى هو ار اس ان، لان اي اس جي ان سيتا الامبليتيود بتاعها بواحد او القيمه المطلقه بتاعتها بواحد دايما. تمام، لان لما تيجي تاخد الامبليتيود هتبقى كوزاين تربيع زائد ساين تربيع تحت الجذر تطلع بواحد، اللي هيتبقى لك هو ار اس ايه؟ اس ان. طب والزاويه؟ الزاويه لوحدها هتبقى هي ان ايه؟ ان في سيتا، وبالتالي هيبقى في دايما بنرسم حاجتين في في الكومبلكس ريبريزنتيشن بتاع الدي تي اس، اللي هي الماجنتيود والفيز. الماجنتيود هيبقى هو في الغالب قدامنا هو الار اس ان مثلا في المثال بتاعنا، والفيز هيبقى هو ان في ايه؟ ان في سيتا. لكن احنا هنبتدي نرسمها مره بالايه بالكوزاين ومره بالساين، مفيش مشكله. طيب ناخدها بمثال اكس اوف ان بتساوي ار اس ان في اي اس جي سيتا. طيب الار ب 9 من 10 مثلا، والسيتا بتساوي باي على ايه؟ على 10. تمام، وبالتالي ماشي هيبقى الاكس ايماجينري 9 من 10 اللي هي ار اس ان في ساين ان سيتا، سيتا اللي هي باي على ايه؟ على 10. تمام، لو حبيت ارسم الاشاره دي كده، فدي إشارة عبارة عن ساين إن باي على 10، يعني ساين إشارة ساين بس تبقى فانكشن في الإيه؟ في الإن. تمام؟ بس إشارة الساين دي الأمبليتيود بتاعها ما هوش ثابت. تمام؟ بيتغير بتغير الإيه؟ الإن. تمام؟ وبالتالي يبقى كأنها ساين بس الأمبليتيود هيتغير كل شوية. بس الأمبليتيود هنا هيتغير بالزيادة مع الإن ولا بالنقص مع الإن؟ ها يا شباب، 9 من 10 الاس ان، القيمه بتاع 9 من 10 اس ان هتبقى قيمتها بتزيد مع الان ولا بتقل مع الان؟ ها حد عنده اجابه؟ هي 10 10. نعم، بتقل عشان هي 10 يعني. عشان هي ايه؟ اقل من واحد او من صفر لايه؟ لواحد، وبالتالي هتلاقي الشكل بتاعها بالشكل ده ماشي. طبعا احنا لما بنيجي نرسمها بنرسمها يعني انت بالنسبه لك توقع شكلها ان هي هياخد شكل ساين لو هيبتدي من الصفر هو. تمام، بس الامبليتيود بقى ما ترسمش امبليتيود ثابت، لا ارسم امبليتيود هنا كان الامبليتيود بتاعها وصل مثلا لقيمه كبيره، هنا هيبتدي يوصل لقيمه ايه اقل، هنا يوصل لقيمه ايه اقل، وهكذا، هي بتقل مع الايه؟ مع الزمن او مع الايه؟ مع الان. طب ده الايماجينري. لو جينا للايه؟ للقيم، لو انا عايز احسب امتى هتبقى بصفر الداله ديت، فانت من رسمه كده صفر عند 10 و20 وكام؟ و30، اجيبها منين؟ الساين بتبقى بصفر عند زاويه صفر او زاويه باي او زاويه 2 باي او زاويه 3 ايه باي، وبالتالي بساوي المقدار ده اللي هو ان باي على 10 هساويه مره بصفر هيطلع لك الان بصفر، هساويه مره بباي هيطلع لك الان بتساوي كام؟ 10، هساويه مره ب 2 باي هيطلع لك الان لما تيجي تحسبها تطلع بايه؟ ب 20. يبقى نقط الاصفار بتاعتك دي عشان تعرف برضو ترسم، وانت بترسم عارف هي هتتقاطع مع الاكس اكسس عند اي نقط. تمام،
بجيبها عن طريق ان انا اساوي السيتا ديت في الساين بصفر او باي او 2 باي او 3 باي. خلاص تعال بقى ليه كده لايه للايماج ده كان الايماجينري. الريال الريال ب 9 من 10 لكل اس ان بدل الساين هتبقى كوزاين ان باي على 10. تمام يبقى هي داله كوزاين او هتبقى نفس الشكل ده بس بدل ما هبتدي بداله ساين هبتدي بداله ايه كوزاين. يعني برضه الامبليتيود بتاعها هيبتدي يقل مع الان. فلما اجي ارسمها طبعا احنا عارفين الساين بتبتدي من الصفر الكوزاين بتبتدي من واحد يعني بيبقى من اقصى قيمه وبعد كده تبتدي ايه تقل. يبقى هتاخد الشكل ده بنفس الفكره. النقط دي انت تلاحظ كده نقط الاصفار طلعت عند 5 و15 خلاص كده واضح. بعد كده تبقى عند ايه 25 اجيبها ازاي برضو انت الكوزاين بتبقى تساوي صفر ماشي. الكوزاين بتبتدي عند زاويه صفر بتبقى ماكسيمم لما بتبقى بصفر لما تبقى الزاويه باي على 2 دي اول صفر للايه للكوزاين. يبقى هساوي ان باي على 10 هساويها باي على ايه على 2 تمام كده يا شباب. وبالتالي اقدر اجيب قيمه الايه الان اللي اتحقق لي الكلام دوت هلاقيها بتساوي كام 5. طيب ما برضو هتساوي صفر الكوزاين ماشي بعد زاويه 3 باي على 2 يبقى هساوي ايه السيتا اللي هي دي كده بتساوي 3 باي على 2. بالتالي اقدر اجيب الان اللي بتخلي لي قيمه الكوزاين بصفر وبالتالي قيمه الايه الداله كلها بصفر. طيب تعالى هنا احنا الرسم عن طريق الريال والايماجينري ده مش هيفيد بالنسبه لنا كتير. المفيد عندنا اكتر هو الماجنيتيود ماشي خاصه لو كان الاكس اوف ان دي بتمثل لي فلتر. فبالتالي الفلتر ده انا عايز الماجنيتيود بتاعه هيضرب الاشاره دي في كام؟ هيشيل ترددات ايه؟ وهيعلي ترددات ايه؟ او هيقلل ترددات ايه؟ تمام؟ فيهمني الامبليتيود ده بكام؟ الاسترينس بتاعها بكام؟ خلاص؟ فهو نفس المثال بس هنرسمه هنا مع الايه؟ بالماجنيتيود والفيز. تمام؟ فانا لو جبت الماجنيتيود بتاع المقدار ده بتاع اكس اوف ان ماشي فهقسمه هو هيبقى الماجنيتيود بتاع الار اوف ان في الماجنيتيود بتاع اي وسي جي سيتا ان. اي والسي جي سيتا ان الماجنيتيود بتاعها القيمه المطلقه بتاعتها دايما بواحد ماشي يبقى إيه لي بس هو ايه ار اس ان تمام. وبالتالي انا عندي الار هنا بكام ب 9 من 10 فيبقى لو رسمت الاي اوف ان اللي هو الامبليتيود بتاع اكس اوف ان هيطلع شكله ايه زي الشكل اللي احنا خدناه اللي هو الايه اكسبوننشال بيتناقص. ليه بيتناقص؟ عشان احنا الار عندنا بكام ب 9 من 10 اللي هي كانت في الاناليسيس بتاعنا اللي قبل كده كانت الاي الاي اس ان بس الايه عندي 9 من ايه من 10. فواضح كده ان الايه الامبليتيود بيقل مع الايه مع الان تمام. طب انا محتاج بعد كده عايز اشوف الزاويه. الزاويه عندي ار اس ان ملهاش زاويه ماشي لكن الزاويه هنا هي المفروض جنب الجي على طول بتاعه الاي يعني الاس بتاع الاي هتلاقي جي سيتا ان ماشي اللي جنب الجي ده على طول سيتا في ان ده هو الايه ده هو الزاويه. طب ما هو واضح كده ان الزاويه هتزيد مع الايه مع الان. يبقى لما ارسمها هتبقى خط ايه خط مستقيم مع الان ماشي. بناخد في الاعتبار بقى هنا ان احنا الزوايا بالنسبه لنا بتتكرر دايما بعد باي او سالب ايه باي. يعني اقصى زاويه عندنا هي باي واقل زاويه عندنا هي سالب ايه سالب باي. فعشان كده لما هنيجي نرسمها هتبص هتلاقيها تاخد الشكل ده. ايه بقى الشكل ده؟ هتلاقي هنا الحد اللي فوق الماكسيمم ده عندك هنا قيمته بكام بباي والحد الايه المينيمم تحت كتلاقيه سالب ايه سالب باي. الفكره هنا ان انت طبعا انا انت بتعوض هنا بايه بالان بصفر تبقى الزاويه بصفر اهو ان بصفر الزاويه بصفر ان بكام طبعا هي السيتا في ان هنا الزاويه تساوي سيتا ان اسف هي كانت فين هنا السيتا عند باي على ايه على 10 فالمفروض اشيل الايه السيتا واحط مكانها باي على ايه باي على 10 يبقى كانها ان في باي على ايه على 10. خلاص لو عوضت عن ان ب 10 ماشي هتبقى ان في باي على 10 يبقى الان هتبقى 10 مع 10 اتبقى لي باي تمام. يبقى عند ال 10 الزاويه بتاعتها تساوي كام؟ هتساوي باي اللي هي في الزاويه في التقييم في القياس الدائري بتبقى 180 درجه تمام. لو زودت يعني عند ان ب 11 تمام هتلاقي 11 باي على 10 ماشي. دي بنجيبها بالقياس العكسي بقى ان 11 باي على 10 هي نفسها سالب هي نفسها اللي هي 11 باي على 10 ماشي هي نفسها سالب 9 باي على ايه
على 10. تمام؟ فعشان كده هتلاقي ان الزاويه بتاعتك لما بنيجي نرسمها هتلاقيها ايه؟ اقصى حد ليك باي، بعد كده مثلها بالايه؟ بالسالب، لان القيمه بتاعتك هتبقى ازيد من 180. 180 يعني مثلا لو افترضنا مثلا الزاويه طلعت 200 درجه، 200 درجه هي نفسها ناقص 160. ماشي كده ولا كده غلط؟ صح كده؟ ماشي يا شباب؟ يبقى بالتالي نقدر نقول ان الزوايا دايما لما اجي ارسمها في نظام الدي اس بي لازم اقصى قيمه عندي هي الباي، تمام، واقل قيمه عندي هي ماينس ماينس باي. فلو في زاويه ازيد من باي، يعني ما بين باي و2 باي، بمثلها بالقياس اللي هو بالسالب. تمام؟ طيب. طيب نيجي بقى للكلاسيفيكيشن اوف ديسكريت تايم سيجنال، اللي هو تقسيم الايه، بنقسم الديسكريت تايم سيجنال ازاي؟ ماشي. احنا بالنسبه لنا الماثيماتيكال ميثودز اللي هي الادوات الرياضيه اللي هنستخدمها عشان نعمل بيها اناليسيس على السيجنالز ديت بيعتمد على خصائص السيجنالز دي. تمام؟ فعشان كده لازم نعمل لها كلاسيفيكيشن. فالكلاسيفيكيشن بالنسبه لي في عندي تو كلاسيفيكيشنز، هل هي انرجي سيجنال ولا باور سيجنال، او هل هي بريوديك ولا ابريوديك نون بريوديك، او هل هي سيمتريك اللي هي ايفن ولا انتي سيمتريك اللي هي الاود. خلاص عندي ثلاثه كلاسيفيكيشنز للسيجنالز، بناء على الكلاسيفيكيشن ديت اقدر احدد الادوات الرياضيه اللي اقدر اشتغل بيها في الايه، على السيجنالز دي. زي بالظبط لما خدنا في الفوريير اناليسيس، لو بريوديك اقدر اشتغل بالفوريير سيريز، ماشي. لو نون بريوديك ما ينفعش، لازم اشتغل بالفوريير ترانسفورم، ماشي. لو سيمتريك اللي هي الايفن، لو فاكرين في الايفن كنت بجيب الحدود الزوجيه بس، اللي هي بجيب سمشن كوزاين. لو هي فرديه لا، بجيب سمشن ساين. لو هي اللي هي فرديه ولا زوجيه، بضطر ان انا اخد الكومبليت ترانسفورم. خلاص وضحت دي كده؟ طيب احنا هنا هناخد الفرق بين الانرجي سيجنال والباور سيجنال. اما البريودك سيجنال والابريودك فاحنا يعني تعرضنا لها قبل كده، والسيمتريك والانتي سيمتريك كنا تعرضنا ليهم قبل كده، بس هنعديها بسرعه. فهنركز اكتر على الانرجي والباور سيجنال، ماشي. فدي اول نقطه، الانرجي سيجنال والباور سيجنال. واحنا ليه يعني عشان نحدد نوع السيجنال بتاعتي اللي انا شغال عليها وبالتالي اقدر احدد التولز اللي انا هستخدمها في الاناليسيس بتاعه السيجنالز دي او السيستم، ماشي. مبدئيا كده الانرجي بنحسبها عن طريق ان انا بجمع السامبلز كلها متربعه من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، تمام. ده يناظر بالظبط اكنك لو افترضنا ان السامبلز دي بتعبر عن فولت، فالفولت سكوير بالنسبه لي ده الباور، ماشي. لما كنا بنجيب الباور اللي بتستهلكها مقاومه كنا بنقول في سكوير على ار، او اي سكوير في ار. سيبك من ار، اعتبر الار بواحد، فبالتالي هيبقى الباور عندي هنا تتناسب مع الفي سكوير او الاي على الاي سكوير. لو خدت انت ماشي التوتال باور او عملت انتجريشن للباور دي من اول سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، يبقى انت جمعت الطاقه كلها اللي متخزنه في في السيستم، تمام. فعشان كده الانرجي بالنسبه لي ده الكلام ده في التايم. طب ما في الـ في الـ في الـ في الديسكريت، اسف، في الانالوج سيجنال. في الديسكريت سيجنال بقى الانتجريشن عندنا بيتحول الى سمشن، تمام. والسمشن ده هتربع كل سامبل عشان تجيب في سكوير، خلاص. فهي دي حساب الانرجي، خلاص. يبقى الانرجي بالنسبه لي بجيبها عن طريق السمشن لاكس اوف ان تربيع كماجنتيود، الامبليتيود بتاعها بس، من سالب ما لا نهايه الى الى ما لا نهايه. طب الباور، ماشي. لا الباور بالنسبه لي بقى احنا بنجيب حاجه اسمها الافرج باور. الافرج باور هنا في الحاله ديت باخد مثلا على بيريود او باخد على فتره زمنيه معينه وبقسم على الفتره دي، تمام. دي الافرج باور. طب انا بالنسبه لي هنا ما عنديش فتره، انا عندي ان اللي هي عدد، فانا هعمل سمشن لنفس المقدار ده لو اكس اوف ان تربيع، بس من ان بتساوي سالب رقم معين مثلا 3 4 5 اي رقم، ماشي. من ان هتساوي سالب ان الى ان تساوي ان، واقسم على عدد السامبلز دي، عشان كده بنسميها الافرج باور، واقسم على عدد السامبلز بس كده. انا ما خدتش السيجنال كلها. لو افترضنا ان السيجنال
سيجنال ممتده من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه، فباخد هنا في الحاله ديت الايه؟ الليمت للمقدار دوت لما ان تروح لكام؟ لما لا نهايه. طب ما قلناش ليه خلاص ما احنا كنا عملنا السمشن دوت من سالب ما لا نهايه الى ايه؟ الى ما لا نهايه. اه ما انا لو عملت السمشن ده من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه كنت هعوض كمان عن الان دي بما لا نهايه، كانت الفاكتور ده كده مش هعرف اوصفه في الايه؟ في المعادله. ماشي؟ وهيجي بعد شويه ازاي نحسب الايه؟ المقدار ده. تمام؟ طيب احنا بالنسبه لنا بقى لو كانت الاي فاينايت، لو كانت الداله ديت لها طاقه محدوده. تمام؟ فلما تيجي تحسب الليمت ده يعني السمشن ما هو ده كده هيقول لي ده في الاخر بس مقسوم على 2 ان زائد ايه؟ زائد 1. تمام؟ فانا بالنسبه لي لو كانت دي اللي هي ده هي فاينايت يعني ب 30 40 50، طب انا في النهايه الحسبه دي كده 30 40 50 هقسمها على 2 ان زائد 1 وان هعوض عنها او هتروح لكام؟ لما لا نهايه، وبالتالي هيبقى المقدار ده كله بيساوي صفر لانها تبقى 30 او 40 على ما لا نهايه تبقى بكام؟ هيبقى بصفر. يبقى لو فاينايت انرجي سيجنال تمام؟ يبقى في الحاله ديت يعني الانرجي بتاعتي اقل من ما لا نهايه واكبر من الايه؟ من الصفر، فدي بنسميها اكس اوف ان از ان انرجي سيجنال. يعني ايه انرجي سيجنال؟ يبقى المقصود بانرجي سيجنال هنا انها ايه؟ فاينايت، فاينايت انرجي. ماشي؟ وفي الحاله دي برضو احنا نسينا نذكر هنا او هتيجي بعد شويه، يبقى الباور بتاعتها بصفر. الباور ليه هتبقى بتاعتها بصفر؟ لان انا هقسم دي كده المقدار ده كده فاينايت. هقسمه على ما لا نهايه هيبقى بالنسبه لي كده ايه؟ انفاينايت. اسف هيبقى بزيرو، يعني اي حاجه على ما لا نهايه هتبقى بكام؟ بزيرو. لكن عامه دلوقتي لو الاي از فاينايت يبقى خلاص الباور بصفر. فانا بتعامل مع الداله ديت على انها انرجي سيجنال لان الباور بتاعتها بصفر، ملهاش باور. تمام؟ لكن if باور از فاينايت، لو الباور دي عندي فاينايت يبقى اتوقع ان الانرجي دي هتبقى انفاينايت. خلاص؟ يبقى انا بالنسبه لي السيجنالز عامه زي ما هنشوف التقسيمه دلوقتي يا اما لها فاينايت انرجي وبالتالي الباور بتاعتها بصفر وبتعامل معاها على انها انرجي سيجنال، يا اما هتبقى انفاينايت انرجي ببص على حاجه ثانيه تكون فاينايت اللي هي مين؟ الباور. فيا اما هتبقى الباور فاينايت في الحاله ديت هنسميها ايه؟ باور سيجنال. تمام؟ طب ده هي انفاينايت انرجي وانفاينايت باور، فدي تبقى تايب ثالث من السيجنال وفي الغالب مش هنعرف نتعامل ايه معاه. يبقى انا كده تقسيمه السيجنالز من ناحيه الباور والانرجي ماشي هنقسمهم كده. هناخد اول حاجه الانرجي يا فاينايت يا ايه؟ يا انفاينايت. تمام؟ طيب لو كانت فاينايت خلاص كده هيعرف ان الباور بكام؟ بصفر، فانت كل الاناليسيس بتاعتك مش هيبقى على الباور، هتشتغل على مين؟ على الفاينايت انرجي. وبالتالي لما نيجي بقى للنوع الثاني انفاينايت انرجي، هنوصف بقى هتتقسم الى نوعين حسب الباور، يا اما فاينايت باور يا اما انفاينايت ايه؟ باور. تمام؟ لو فاينايت باور يبقى دي باور سيجنال، لو فاينايت انرجي يبقى دي انرجي سيجنال، وهم دول النوعين اللي نقدر نشتغل ايه؟ عليهم. غير كده هتبقى التعامل عندنا ايه؟ صعب. دي انرجي سيجنال اللي هي فاينايت انرجي، ودي هتبقى ايه؟ باور سيجنال. يبقى هشتغل على دي او هشتغل على ايه؟ على دي. ماشي؟ تعالى كده، هو قال لك احسب لي فايند، ادي مثال اهوت، فايند ذا باور اوف يونت ستيب سيكونس. احنا خدنا اليونت ستيب سيكونس تمام؟ اللي هو بالشكل ده، اللي هو قيمته بصفار عند ان اقل من الصفر وقيمته بواحد لما عند اي ان اكبر من الايه؟ او يساوي الصفر. فبيقول لك هنا احسب لي فايند ذا باور اوف يونت ستيب، هو عايز الباور مش عايز الانرجي. لان في الغالب الانرجي عندك كانت تطلع ما لا نهايه. لان الانرجي انت هتربع كل القيم دي من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. طب ما اليونت ستيب ديت ممتده الى ما لا نهايه. وبالتالي لما تيجي تربع وتاخد السمشن يبقى انت هتجمع ارقام اللي هي هتبقى بواحد الى ما لا نهايه، سمشن واحد الى ما لا نهايه، هيطلع في الاخر ما لا نهايه. يبقى دي انفاينايت انرجي سيجنال. ماشي؟ لكن احنا عايزين نحسب لها الباور عشان نعرف هل الباور بتاعتها فاينايت ولا انفاينايت، وبالتالي اعرف اتعامل معاها ولا ما اعرفش. خلاص؟ طيب تعالى كده عشان بس نشوف الليمت اهو. يبقى الباور بحسبها عن طريق بعمل سمشن على اكس تربيع تمام؟ من سالب ان الى ايه؟ الى ان على 1 على 2 ان زائد 1. احنا نسينا نقول ان 2 ان زائد 1 دي هي عدد البوينتس اللي من ناقص ان لايه؟ لان. ماشي؟ يعني انت لو اخذت عدد البوينتس اللي من ناقص 2 ل 2 هتبتدي من ناقص 2 يبقى هتاخد البوينت دي سالب 2 وسالب 1 خلاص، وهتاخد زيهم 1 و2 يبقى كده 2 ان، يعني 4 2 في 2 ب 4
والصفر ده تاخده معاك يبقى هو ده الايه الواحد الزياده المحطوط هنا عندك. خلاص. طيب تعالى كده بقى ما نيجي نحسب الباور يبقى هنكتبها كده البي هتساوي الليمت لما ان ده هي دي هي احطها بكام اوصلها لما لا نهايه الواحد على 2 ان زائد 1 السمشن من سالب ان الى ايه الى ان. بس هشيل بقى اكس اوف ان هنا واحط ماجنيتيود بتاع اليو اوف ايه اليو اوف ان. طب ما هو اليو اوف ان ديت القيم دي بصفر ملهاش لازمه تاخد في السمشن ملوش لازمه ادخلها في الايه في السمشن. وبالتالي هخلي السمشن بتاعي هنا مش من ناقص ان لان اخليه من صفر الايه من صفر لان. تمام. طب ومن صفر لان القيمه بتاعت اليو اوف ان قيمتها بكام؟ قيمتها بواحد. فعشان كده احنا اول حاجه ان القيم دي كلها بصفر ماشي فده هيبقى سمشن لصفر سمشن صفر ده هيبقى بصفر زائد هناخد السمشن الجزء الثاني اللي هو ده ماشي هيبقى هو نفس الايه نفس المعادله بس هنا عوضنا بصفر نفس المعادله بس هنا عوضنا بكام بواحد. خلاص يبقى المقدار ده ملوش لازمه ان انا احسبه لانه خلاص كده بصفر يتبقى لي الايه الليمت احسبه بس اعمل سمشن من صفر لايه لان. طيب ما هو سمشن من صفر لان ولواحد يبقى في كام واحد؟ تمام يبقى واضح جدا ان انا هضرب في ايه في العدد ده على طول وبالتالي هتبقى السمشن لواحد هجمع وحايد من ان بتساوي صفر لان يبقى عندك كام واحد؟ هيبقى عندي ان زائد واحد من الواحد ده وبالتالي المجموع هيبقى ان زائد ايه ان زائد واحد. خلاص. طيب بالتالي اقدر اشيل السمشن ده واحط مكانه ايه ده بقى السمشن ده احط مكانه ان زائد واحد على تحت 2 ان زائد ايه واحد. طبعا عشان اجيب الليمت دوت لما ان تروح لما لا نهايه هنقسم فوق وتحت على ان. خلاص فهتبقى ديت واحد ودي هتبقى واحد على ان ودي هتبقى 2 ودي تبقى واحد على ان. خلاص. طب ما في الحاله ديت لو انا عوضت عن ان بما لا نهايه واحد على ما لا نهايه بصفر واحد على ما لا نهايه بصفر يتبقى لي واحد على كام؟ على 2 يبقى الباور في النهايه عندي طلعت بكام؟ بنص. خلاص. الباور هنا طلعت قيمه فاينايت ولا انفاينايت يا شباب؟ فاينايت. يبقى الداله ديت ايه فاينايت باور اقدر اشتغل عليها في الاناليسيس بتاع الدي تي اس. خلاص. وواضح ازاي بنجيب الباور بتاعت السيجنال وازاي استخدمنا السيكونس اللي هو بتاع اليو اوف ايه اوف ان. تمام. طيب مثال لو دي كانت دلتا اوف ان اللي هي سامبل واحده بس ماشي وقلت لك احسب الانرجي بتاعتها والباور تطلع ايه؟ فاينايت ولا انفاينايت يعني؟ اه فاينايت انرجي ولا فاينايت باور ولا لا ولا ده ولا ده؟ لو هي سامبل واحده بس دي كده ماشي لو جيت حسبت الباور مش هتطلع زيرو هتطلع هتطلع قيمتها بواحد السمشن ده يطلع قيمته بواحد لان مفيش غير واحده بس. بس هقسم على 2 ان زائد واحد والان ديت هتمتد الى ما لا نهايه بعد واحد على ما لا نهايه بكام؟ بزيرو يعني غير معرفه يعني يبقى معنى لا ما هو واحد على ما لا نهايه بصفر مش غير معرفه. تمام. يبقى الباور بتاعتها بكام؟ صفر. على طول يعرف انها هتبقى فاينايت انرجي هي زيرو باور تبقى فاينايت ايه؟ انرجي. لو حبيت احسب الانرجي بتاعتها سهل قوي اللي هو يطلع في الاخر بايه؟ بواحد لان السمشن من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه لواحده بس من دول هي بواحد. وحده تربيعي طبعا. تمام. خلاص يبقى الزو هنا بيقول لك على الرغم من ان اليو اوف ان هاز انفاينايت انرجي ات هاز ا فاينايت ايه؟ باور. احنا الفرق بقى بين بيريودك سيجنال وابريودك اللي هي النون بيريودك سيجنال ماشي بنقول ان اكس اوف ان بتبقى بيريودك لو هي هتتكرر كان هناك في التايم دومين كنا بنقول ايه اكس اوف ان بتتكرر كل تي اس او كل تي. تمام؟ لا هنا هتبقى بالنسبه لي مع الان بقى تبقى كل ايه؟ كل ان يبقى اكس اوف ان زائد ان هي نفسها اكس اوف ايه اوف ان. يعني كل بعد فتره او بعد عدد معين من السامبلز رقم ان ماشي هي بتديني نفس القيمتين ماشي. ذا سمولست فاليو اوف ان از كولد ذا فاندمنتال بيريود لانها ممكن تتكرر مثلا عند 2 ان و3 ان و4 ان فاقل قيمه لان بتتكرر عندها اللي هي الان كابيتال بنسميها الفاندمنتال ايه بيريود اللي هي هتناظر في النهايه بعد كده واحد عليها بيساوي الايه الفاندمنتال فريكونسي ماشي. فانت عندك سيكونس بالشكل ده اهو متكرر تعرف تجيب لي هو بيتكرر كل قد ايه ماشي. خد مثلا اللي عند الصفر دي اللي هي تعتبر هي السنتر بتاعك صح وهي اقصى قيمه ماشي
هي عند الصفر. اتكررت عند كام؟ شادي نفس السامبل دي، هي نفسها السامبل دي تكرار لها، صح يا شباب؟ معايا؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى الان هنا بكام بقى؟ بتكرر كل قد ايه؟ كل 4. لا كل 5. لا هي اذا كانت هي عند صفر، السامبل عند الصفر كل 10. كل 10 اتكررت بعد قد ايه؟ بعد 10. هي تتكرر بعد كده بعد 20، بس احنا بناخد اقل ايه تكرار لها اللي هو الكام؟ ال 10. خلاص. يبقى دي المفروض دي كده ايه بيريوديك سيجنال، والبيريود بتاعتها بتساوي 10، وبالتالي نقدر نحسب الفاندمنتال فريكوانسي تبقى 1 على كام؟ على 10. خلاص. خلي بالكم لو فاكرين ان البيريود ديت او السامبل دي كده بين كل سامبل والتانيه لو خدناها كتايم تبقى هي تي اس اللي هي السامبلنج بيريود، يبقى دي بتتكرر كل 10 سامبلنج ايه بيريود لو انت عايز تربطها وتجيب فعليا الفاندمنتال فريكوانسي كهرتز بعد كده. لكن احنا حتى الان زي ما قلنا احنا هنشتغل بقى خلاص على الايه؟ على الارقام. خلاص. طيب الداله دي يا شباب برضو بالمره، هل هي دي اود ولا ايفن؟ لا ديت ايفن عشان بتكرر في مش عكس بعض. متماثله، متماثله حوالين المحور بتاع الايه الواي، صح؟ تمشي يمين زي ما تمشي شمال، هي نفس الايه نفس القيم اللي هي اكس اوف ان تساوي اكس اوف ماينس ايه اوف ماينس ان، يعني اكس اوف 3 هي نفسها اكس اوف سالب ايه 3، فدي كده هتبقى ايفن. خلاص ماشي. هي بس ده كده مثال كان بيوضح لك ان انت دي ساين ويف كونتينوس اهي قدامك وهتعمل لها سامبلنج. خلاص. مش هاخد في التفاصيل بتاعته كتير يعني، هو بس الفكره كلها ان الساين ويف دي قدامك لها بيريود ثابته، هي معروف ان لها بيريود، لكن لما تعمل لها سامبلنج ممكن تبقى السامبلز بتاعتها بيريودك وممكن تبقى مش بيريودك. خلاص. بس مش هنخش فيها ايه قوي لان دي حاجه رياضيه يعني محتاجه اناليسيس رياضي، مش عايز اعرضكم ليه دلوقتي. ماشي. فانت لو بصيت كده للسامبلز كده انت هتاخد سامبلز هنا بمعدل هنا واحد على الاف نوت بتاعتك بواحد على 15. خلاص. فهتبص كده ان السامبلز اللي هي بالنقط الاصفر دي هتلاقيها مطابقه البريود بتتكرر بنفس التكرار بتاع الساين الاصليه، لكن لو انت خدت مثلا الاف نوت بتاعتك بتساوي 2 على 45 تمام، اللي هي الاف نوت اللي هي في المعادله بتاعه الاكس اوف ان، ففي الحاله ديت لو جيت رسمتها اللي هي باللونها اللبني ده كده هتلاقيها ان التكرار بتاعها مش بيتكرر كل ايه بنفس التكرار بتاع الايه الداله اللي هي الايه الخضراء الاصليه، لا هتلاقيه بيتكرر كل ايه دورتين تقريبا او كل دورتين، في الغالب هنا دي دوره يعني لو بدات دي النقطه دي كده اللي هي النقطه اللبني دي كده امشي معاها كده شوف هتتكرر تاني امتى. ماشي. ما جاتش خالص لغايه دلوقتي، ما جاتش خالص، جت هنا زيها اهي وتطابقت مع النقطه اللي في الاول، فدي اتكررت كل دورتين مش كل ايه مش كل دوره من الـ من الـ من الاشاره الاصليه. هو الفكره كلها هنا وعايز يقول لك ان انت مش شرط ان الداله الاساسيه لو كانت بريوديك اللي هي قبل ما تعمل لها سامبلنج ان السامبلز بتاعتها تطلع بريوديك بنفس البريود. ماشي. ممكن تطلع بريوديك ببريود مختلفه ايه تمام. خلاص. بس دي مساله رياضيه وليست ايه محتاجين ان احنا نخش في ايه في اناليسيس ليها يعني. طيب يا دكتور بجد ممكن خلاص هي اخر حاجه هي الايه الايفن والايه والاود. ايفن سيجنال هي اكس اوف ان يساوي اكس اوف ماينس ان، ماشي زي الداله دي كده بالظبط هتبقى اليمين زي الايه الشمال. ماشي. اود سيجنال اكس اوف ان هتساوي ماينس اكس اوف ماينس ايه ان زي الداله دي كده. ماشي. همشي بالموجب يعني عند ان ب 3 مثلا قيمتها ب 5، عند ان بسالب 3 هلاقيها بسالب ايه؟ سالب 5، هي نفس القيمه بس باشاره ايه؟ مخالفه. دي اللي هي مسميها الان اللي هي الايفن والاود ايه؟ سيجنال. ماشي. طبعا اني سيجنال بقى لو ما كانتش عامه بصفه عامه اقدر اعبر عنها باود سيجنالز مجموعه على ايفن ايه؟ سيجنال. اي سيجنال بقى هي لا هي ايفن ولا اود. فممكن احللها الى جزئين، جزء ايفن وجزء ايه؟ وجزء اود.